عندي طلب، مش طلب اكتر انه خي اعتبرها خدمة. شو رأيك انه تتجوزني؟ فيك تسمعني؟ خليني كفى كون نفس البيت او شي. هاش كل العالم بارح نرمين نزلت صورة مدري راحة مع حبيبة مدري لوين. شو بينقصنا يعني نحنا؟ ما هيك التليفون لو بتفكر مزبوط انت هيك بتكون وفرت ميجا بايتس. ليك رح تمرق اليوم من تحت البيت؟ لك شو ليش انه هيك ساعتها بتمرق بتحط شي اغاني وهيك انه بحس اني ظهرت؟ ولا لو بتفكر كنت فكرت هلا بالطلب اللي قلت لك اياه. خي لا ما بدنا كده عليك السنه الجديده، بس انا عم اقول لك يعني كنا سوا هلا وعم نحتفل سوا عقبال كل سنه ونحن حد بعض. حد بعض على التليفون. دق لي ها ما تنسى رح احط الارم انا بدك تعيدني. اوكي يلا باي. براس السنة تحتفلوا براس السنة ليش؟ حيوطوا صوتوا النقل. ألو نعاد علي؟ فيقتيني من النوم لتقليلي نعاد علي؟ اختي لا، بس فيك تفسريلي بشو بده ينعاد؟ يعني شو هو الشي اللي صار هالسنة اللي ان شاء الله ينعاد علي السنة الجاية؟ ما فهمت شو هو. لا بدي ينعاد علي ولا ينعاد عليك، شكرا لك اختي. لا متشائمه ولا شيء، انا اللي صار معي هيدي السنه ما بديش ينعاد علي ولا ينعاد على حدا. شكرا. غدا يوم احلى. الله يحلي ايامك. مش هيك، مش قصدي تعتذر يعني، بس انه ليه بتنحمقوا هيك؟ ايه راس السنه ايه قصو شو يعني؟ ها 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 واو راس السنه ايه. بتعرفي شو ما الحق عليك، الحق على اللي بيجلقكم وبيعطيكم وجه انتو الجيل الفلتان اللي بتتفاجئوا بكل شيء. يلا باي جود نايت. بتعرفي شو مش جود نايت. على مفيق العالم بتقلها ينعاد عليك. شو همك انت؟ ليكي ابعتي لي الاغاني هول اللي سمعتيني اياهم امبارح، هيدول اللي هيك اللي الكآبه جاي على بالي ابكي. ليكي تبع وائل كفوري ما عندك شي لوائل كفوري؟ اختي بعتيلي اي شي عندك، انا اليوم ما رح نام. عم بقلك ما رح نام. بقلوب الناس عقلب ما خانوا الهوى، عقلب ما بعمره انكوى. بتلاقي الماضي اللي انطوى، من قالك رح نرجع سوا؟ لنقول يعني ما اهضمك. صراحة بهنيكي على هالرفقة اللي عندي. ليك شو بهالسالي؟ ليه هيك كل ما تتصور تعمل هيك؟ انه ما فهمت. سوري يعني مش انه شيء، بس انه انت رفقتها، انا ماني كتير رفقتها لحتى اجي دج اياهم احسن ما تفكرني غيرانة منها. بس قليلة يعني انه طالعين صورها كتير بشعين. سوري بس كتير بشعين. بعدين ليك سؤال، مين هيدا اللي مصورة معه؟ لا يمكن بيني هيك انه احشيلها. ليك سؤال
طيب مين هذا اللي مصوره معه؟ مبيني بحيت صوتي غلط. ليك بتعرفي لهذا اللي مصوره معه شيء؟ يمكن هيك احسن. ليك بتعرفي لهذا اللي مصوره معه شيء؟ هبدا اشوف مين في بعد. سي تشيز يما اهضمك. سي تشيز دجاجة. ليكي لورا سؤال، امك خلتك تظهري؟ لك لا، شو خلتني ما خلتني، هينا ببرودواي هلا بدك تجي؟ لقلنا لقلنا لهون، نحن بالحفلة هلا صرنا. يي من امتى هيك ما بتخليها تظهر؟ مع اساس ممنوع مدري شو؟ برودواي؟ هلا بتشوفي يا برودواي. هلا بتشوفي. انتي اذكى من مين؟ هلا فرجيكي. خلص لقلنا انت اذا بدك ماشي، انا رحت سهرت كمان، خليني مع كلنا هون. ليك لا ما في، ليكي ما بعرف اذا رح تقدري تسمعيني، تمي هيي بالسبيكر، حد كثير 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 ناس، نحن رحنا على بروكلين ماشي، ما رح نقدر نجي لعندك. إذا بدك أنت لقيلنا زقرتها كلياتها هون، يلا باي هاف فان ماشي؟ ما تجي إذا بدك لأنه هون كثير عجقة، يلا باي. قال شو؟ هيانا ببرودواي. برودواي. فرجيني كيف طلع الفويس أحسن ما كنت اتجرست. ليك لا ما في، ليكي ما بعرف إذا رح تقدري تسمعيني، تمي هيي بالسبيكر، حد كثير 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 ناس. أوكي تمام طالع. يلا هات نشوف باقي الستوريز. هاتي حدا ما شفناه؟ هيدي صار لي شي سنه ما نزلت ولا بوست، بس انا بعرف انها شي اب تو نو جود. بدي اعرف بدي اعرف هيدي شو عم تعمل. اخ ربي صبرني. بدي بين ظاهرة شي محل، شو هاي يا الله. لك ايه والله بجقل عليهم بهذا الفستان، هذا اللي جبته هديك المرة $3. ايه والله. ماما فيك تصوريني؟ انا بصور حالي، شو بدي اعمل؟ اخ هينا هيدا، صار لي شي 3 سنين ما لبسته. لك حتى بإجري ما عم بفوت. طيب تمام، لكن خلص بلبس هول. أنا حضرت حالي بالمبدأ مشان اللبس، بس بدي منكم تساعدوني بالشعر وبالمكياج شو بحط، ساعدوني بليز. أوكي guys أنا حضرت. يلا نرجع نقعد بالبيت. ليكي ليلي وين رايحة اليوم؟ لأنه نزلت أنا سناب ما بعرف شو فيها، محتارة بشعري شو بعمل، بشرفك ساعديني بس شوف السناب أول. ليكي والفستان يلي لبسته بالسناب كتير غالي، جبته بتقريبا شي $150، فلما تعطيني رأيك خلي بالك السعر ماشي؟ يلا باي. ماما أخلص. ماما جيبي لي ماي. ماما ماما تعملي لي بوشار؟ ماما بتحطي لي تليفوني على الشاش بليز؟ ماما رح نام، فيك تفيني على الساعة 12 الا ربع؟ I love you Shirin. What I said for the eyes. So they can see.